حضراتكم نشوف كده ساوند بايت كلمتين قالهم رأس جهاز الدولة اللي هو الرئيس الجمهورية، وإيه موقف الدولة وإيه رؤيتها لموضوع الجزر والتعدي على أراضي الدولة إلى آخره. نشوف الكلمتين دول همت ونرجع بقى نفصل في وجهة نظر الدولة ووجهة نظر المواطنين كل واحد بنظارته. إحنا مع الاستثمار ومع تسهيل العمل لكل من يرغب في ذلك، ده الكل اللي بيسمعني يعني. لكن احنا بنحاول دلوقتي نقنن او مش نقنن ننظم هذا العمل كدولة، ما يبقاش الموضوع بيتحرك بشكل مش علمي ومش منظم. وبالتالي وضع اليد اللي موجود ده بكل صراحة مش مقبول ومش هنقبل، مش مقبول ومش هنقبل. وبمنتهى القوة بمنتهى القوة الأراضي المزروعة بس الثمانية والأربعة دول فقط، والباقي الأراضي دي بالكامل المسؤولية دي مسؤولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة. الكلام ده مش هيبقى مقبول في مصر تاني خلاص، إن حد يمد إيده كده يقول لك الأراضي دي بتاعتي. لا، مش بتاعتك، دي بتاعت مصر، مش بتاعتنا، مش من حق اديها لك. الكلام ده مش هيتم تاني، ومن فضل حضرتك الكلام ده غير مقبول، مش هنا بس، في اي حته في مصر. محدش ياخد حاجه مش بتاعته، محدش ياخد حاجه مش بتاعته. هي مش طابونة، هي مش طابونة اللي عايز حاجه. لا لا لا، الكلام دوت